من جوانب الثقافة التي تحدث عنها الناس وشغلتهم في العصور الحديثة هم جماعة المثقفين الروس وجماعة المثقفين الفرنسيين. أكثر مجموعة أثرت في القرن العشرين نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين هما هاتان مجموعتان، مجموعة اللي يسمونهم الانتليجنسيا الروسية والمجموعة الفرنسية. مجموعة المثقفين الروس هم الذين وصلوا في النهاية إلى وجود ما سمعتم به الاتحاد السوفيتي والشيوعية التي غلبت العالم واقتسمت العالم إلى آخر. لو تأملت ما هي هذه الحكومة، من هم هؤلاء الناس، كيف وصلوا، كيف أثروا، لوجدت أن هذه المجموعة أغلبهم تثقفوا تثقيفا علمانيا مضادا للقيصر ومضادا للكنيسة، وأنتج هذا الكيان. ومو ليس هذا فقط، بل أحد أبرز الكتب وأهمها التي كتبت أحد المثقفين الحركيين الكبار تروتسكي، سماه المؤلف إسحاق دويتشر، سمى المجلد الأول النبي ثم النبي المسلح ثم النبي المعزول، ويعتبر هذا الجهود جهود نبي بكثرة الأتباع وكثرة التأثير وكثرة الإنتاج. هذا الأمر قد تستغربون أنه أيضا في الثقافة الإسلامية لما الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الوحي انقطع وانتهى، إذا من الذي يقوم بالأمر؟ من يقوم بميراث النبوة؟ من يقوم بعمل النبي؟ المودودي يقول إن من يقوم بعمل النبي في مجتمعات المسلمين وثقافة المسلمين هو المجدد، الذي يجدد الدين هو الذي يرث النبي، هو الذي قائم بهذه القضية. في المجتمعات غير الإسلامية أيضا أيد بعد ذلك بعد على فترة علي شريعتي، وكتب هذه القضية بأن المثقف هو نبي في مجتمعه. طبعا المثقف هنا درجات، لكن تأكد أنك أنت القارئ الكاتب منهم، درجات في المعرفة، درجات في التأثير إلى آخره. في تشومسكي مثلا لما تكلم عن أنبياء بني إسرائيل في أحد كتبه، ثم قال إن الأنبياء بني إسرائيل ليسوا أنبياء بحكم أنه ملحد، يعني قال أنبياء هم كانوا مثقفي المجتمع اليهودي. أنا أقصد من هذا الأمر لا نقف عند إشكالية المصطلحات، وهذا جانب آخر ممكن يكتب عنه ويوضح بشكل آخر، لكن تأكد أن دور المثقف أكبر بكثير مما يمكن أن تختزله. أعجبك الموضوع أم لم يعجبك، خالفت أم وافقت، أحببت أم كرهت، المثقف له دور كبير في حياة الناس، وأحياناً هو الذي يضع الكلمات على ألسنتهم، هو الذي يلقنهم الكلمات، هو الذي يلقنهم المواقف، هو الذي يحشدهم لخير أو يحشدهم لشر. أخذ دور الخطيب، أخذ دور العالم، أخذ دور خطيب الجمعة. فهذا الكائن الجديد يجب أن تسابق اللي أن يكون لك في هذا الجانب، في هذا الحياة دور تصنع من خلال ما وصلت إليه، ولا تقف على القضية أنا ما استكملت الشروط أنا إلى آخره. ما في مثقف استكمل الشروط، ما في. هذا الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف به يعني نحن ما نعاني من ضعف كده. هذا النوع الأول المثقفين الانتليجنسيا الروسية، بعضهم أخذ التعريف من ممارساتهم، مع أن كان من أكبر مشكلات المثقفين الروس أنهم كانوا يختزلون الثقافة الغربية، كانوا تلاميذ على الثقافة الفرنسية. يعني مثلا كتاب الحرب والسلام، رواية حرب والسلام لتولستوي، كثير من المناقشات كان يكتبها باللغة الفرنسية، لأن اللغة الفرنسية كانت حاضرة عند المثقفين الروس وكانت ميدان الأساسي لهم. وكان المثقف في روسيا غالبا لابد أن تكون إلى جانب اللغة الروسية لغة أخرى، كان غالبا ما تكون الفرنسية. الفرنسية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين هي لغة الثقافة، لغة الدبلوماسية كما نراها الآن تحتضر وتموت. كان مميزات المثقف الروس غير قضية الإلحاد، الوقوف ضد القيصر، الوقوف ضد الكنيسة، الجانب الحركي الذي أحدثته الحركة الشيوعية، فنظمت مجموعة الملحدين والانتليجنسيا في سياق مغير أقام هذه الدولة. المجموعة الثانية هي المجموعات التي في العالم العربي، المثقفين الذين تتلمذوا على الفرنسيين، وأنا قصدت الحديث عنهم وترك غيرهم. لماذا؟ لأنهم أثروا كثيرا على العقلية العربية الإسلامية في منتصف القرن العشرين وإلى يومنا.
هذه المجموعات مجموعات في الغالب كانت ملحدة، كانت معجبة بفرنسا، وكانت أيضا جاهلة تماما بالثقافة العربية الإسلامية، ومعهم بعض العذر. لماذا؟ بعض العذر لأن الثقافة الإسلامية كانت ضعيفة، الكتب ما كانت طبعت، ما حققت، لم تخرج حركة ثقافة إسلامية معاصرة، فكان هؤلاء ضحايا. لكن الذي حدث أنهم وصلوا إلى الحكم في بلاد العالم العربي مثل حزب البعث أو مجموعات القومية أو مجموعات اليسار الشيوعي. هذه المجموعات هي نتاج الإلحاد والثقافة الفرنسية التي ترجمت في الغالب. هناك أفراد قد يكون اختلفوا، لكن في الغالب هذا النتيجة. النتيجة ما هي؟ أنه يوم من الأيام كان الشعب المصري مثلا، شعب مسلم، يسمع يشوف على التلفزيون قدامه شخص يعني يسهر أحيانا بكل أساسيات الإسلام، وفي أحد المسرحيات يقول شد شد، بعد ما جابوا شيخ عليه عمة يقول في المسرح شد شد، تحت العمامة أرد، تحت العمامة أرد، تحت العمامة قرد، بمعنى أن يسلخ ويبعد من أذهان الناس احترام الشخص اللي عليه عمامة.